نروح بعد كده للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة كابتن أحمد مجاهد، اللي أعلن مفروض مواعيد بقى استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش، هيكون يوم 21 سبتمبر ده الحالي. نروح مع حضراتكم بقى لشوية أرقام كده عشان أشار البيان، بيان اتحاد الكرة، إلا إن مباراتي دور ال 16 لكأس مصر واللي بتجمع كل من الأهلي وإنبي وسموحة وبيراميدز هيكون يوم 25 سبتمبر، على أن تقام المباراة الدور الثمانية بين الفائزين في المباراتين هيكون يوم 29 سبتمبر، وهتقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر. المباراة الأخرى بقى بين الفائز في دور الثمانية مع باتروجيت هيكون يوم 3 أكتوبر، على أن تقام برضو المباراة النهائية لكأس مصر يوم 19 أكتوبر. خليني أقول لحضراتكم برضو أن أكد اتحاد الكرة أن انطلاق مسابقة الدوري الممتاز هتكون يوم 25 أكتوبر المقبل. كده احنا بالأرقام عارفين التواريخ علينا وعدينا لعيب وأزح، وكده اطمننا أن الناس كلها عندها خلفية كافية عن كل مباريات بمواعيدها.